السلام عليكم مشاهدينا، إليكم وجزء أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء سيد عبد الإله النائلي يستقبل بمكتبه رئيس هيئة المساءلة والعدالة الدكتور باسم البدري. النائلي وخلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم قضية الشهيد والشهادة، مؤكدا على ضرورة تدليل المعوقات ووضع آليات جديدة لتعاون الطرفين للإسراع في إنجاز المعاملات المتأخرة والمتلكئة خدمة وتثمينا لتضحياتهم الجسام. من جانبه شكر السيد البدري التعاون الذي يبديه السيد النائلي من أجل خدمة ذوي الشهداء، كاشفا عن تشكيل لجان وتسمية مخولين بين الطرفين لمتابعة الكتب المرسلة والمعاملات المنجزة من أجل إرسالها بالسرعة الممكنة. مديرية شهداء ذي قار تعلن عن إنجاز 1040 ملفا موزعا كالآتي: الملفات المصادق عليها للشهداء 118 ملفا، والملفات المصادق عليها للمتظاهرين 512 قرار مصادقة، والعدد الكلي لشهداء التظاهرات 125، والملفات المنجزة للجرحى 285 ملفا، في حين بلغت الملفات المتبقية 509 ملفات. وبين مسؤول سكرتارية اللجنة الفرعية مرتضى محمد أن الجهود مستمرة في سبيل إنجاز ما تبقى من ملفات، وأوعز إلى أن أسباب تأخر بعض الملفات يعود إلى كتب الدوائر الأخرى والمخاطبات الرسمية الخاصة بالمواقف الأمنية، مبينا أن إنجازها يتطلب بعض الوقت لإكمالها بصورة نهائية. مديرية شهداء نينوى تنجز 174 معاملة تقاعدية خاصة بالشهداء والمصابين والمفقودين. مدير المديرية محمد علي الشاقولي أكد في تصريح له أنه تم إرسال ما تم إنجازه إلى مديرية تقاعد نينوى لإكمال الإجراءات، مضيفا أن المديرية بكوادرها تقوم بجهود كبيرة وحثيثة من أجل خدمة ذوي الشهداء بالإضافة إلى الجرحى والمفقودين لما قدموه من تضحيات وآلام في سبيل الوطن. حسب توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، وذلك وفاء وإكراما لشهدائنا وذويهم، مديرية شهداء الكرخ تنجز المئات من الملفات الإدارية والمخاطبات الرسمية مع دوائر وجهات رسمية مختلفة. وبينت مسؤول الشعبة أسيل مازل لطفي أن موظفي شعبتها يبذلون جهودا استثنائية للقيام بواجباتهم الإدارية المختلفة والإجابة على كافة الكتب الرسمية بالسرعة الممكنة مع مختلف الدوائر الرسمية، والاهتمام بأضابير موظفي المديرية وأرشفة الكتب الصادرة والواردة، مضيفة أن المديرية تعمل على تسهيل تلك المخاطبات بعيدا عن الطرق الروتينية والمعقدة. أخيرا، مديرية شهداء كربلاء المقدسة سجاد حسين الحسناوي استقبل خبير الأدلة الجنائية في قيادة شرطة كربلاء الرائد الحقوقي حيدر المسعودي. أوضح الحسناوي أن الزيارة جاءت من أجل تسهيل إيصال القيود الجنائية للمتوفين بغية معرفة هل أن المتوفى لديه قيد جنائي أم لا. أضاف أنه تم الاتفاق مع المسعودي على وضع آلية لتسليم واستلام تلك القيود مع تسهيل وانسيابية العمل المشترك. من جانبه، أبدى المسعود استعداده للتعاون مع مديرية شهداء كربلاء وبأقصى الجهود، مبينا أن الأدلة الجنائية ذات صفة مركزية بالنسبة للمعلومات والبيانات لجميع المحافظات، وهذا ما يسهل عملية التحقيق وسرعة إنجاز المهام. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.